السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة زينب حسن. القناة دي قناة تعليمية خاصة بالتمريض، تعلم التمريض، كل الحاجات بتاعت فروع التمريض هنتعلمها، الحاجات النظري والحاجات العملي والمهارات اللي الممرضة بتعملها. مين المستفيد بالقناة دي؟ كل الفيلد اللي شغالين في فيلد التمريض أو اللي هم لسه بيدرسوا، سواء بيدرسوا في كليات حكومة أو خاصة أو معاهد فنية، أو إن هم المساعدين التمريض، أو إن هم بيغيروا الكارير بتاعهم، إن هم كليات مثلا تانية وابتدوا إن هم يدرسوا مكثف أو يدرسوا حاجة خاصة بالتمريض. أي حد عايز يتعلم إيه مهارات التمريض، فنون التمريض، عنده حد مريض وعايز يتعامل معاه، هنتكلم على كل الفروع دي بإذن الله، وهنبتدي إن احنا نتدرب كويس جدا ونمارس التمريض. ده هيبقى التمريض للجميع، يعني هنتكلم وهنشرح الحاجات بالترمونولوجي اللي هي خاصة بالطلبة عشان تستفيد وتفهم، وبرضه هنقولها بالعربي عشان لو أي حد ملوش علاقة بالموضوع عايز يستفيد ويتعلم برضه يبقى فاهم معايا في القناة دي. لو حضرتك أو حضرتك جديد على القناة دي أول مرة تخشها، يا ريت حضرتك تشترك وتفعل زر الجرس على كل عشان يوصلك كل الإشعارات كل ما نازل حاجة جديدة توصلك. ويا ريت تعمل لايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. النهاردة هنستكمل الحلقة بتاعتنا على النيو ترند، ايه الحديث او ايه الحاجات الحديثة في التمريض، ايه السوفت سكيل والمهارات اللي لازم الممرضة بجانب ان هي تبقى عندها حاجات مهارات في النولج اللي هي المعلومات، ومهارات في البراكتس اللي هو الحاجات اللي بتعملها، زي مثلا زي الفيتال ساينس، بتعمل العلامات الحيوية، بتقيسها ازاي، بتدي حقن ازاي، بتدي ادوية ازاي، بتعمل كير ازاي للمريض بكل الفروع بتاعت التمريض دي، زائد ان هي عندها سوفت سكيل. يعني ايه سوفت سكيل؟ مهارات التعامل اهم حاجه. يعني ممكن انت تبقى شاطر جدا جدا نولج وبراكتس عملي ونظري وما بتعرفش تتعامل مع حد، فتبقى تخرج من الشغل ده للشغل ده، ما بتستمرش في مكان واحد، بيحصل عندك يعني في مشاكل نفسيه، فبتحصل انت ما تكملش مع الناس دي، تعمل مشكله مع الناس دي، يبقى عندك الاكسبيرينس بتاعتك مش قادر تستفيد بيها، ما بتروح في مكان جديد بترجع تاني من اول وجديد. طب اهم حاجه عندي ايه؟ التعامل. اهم حاجه عندي ايه؟ الكوميونيكيشن. اهم حاجه عندي السوفت سكيل. المهارات دي هي اللي بتخليني ابقى ناجح ومميز في شغلي ولا مش ناجح ومميز في شغلي. احنا ابتدينا في سلسله الحاجات اللي احنا درسناها في النيو ترند اوف نيرسينج دي. احنا دلوقتي المحاضره الثالثه، احنا خدنا اول حاجه الانترودكشن، وبعدين خدنا الكلينيكال باسوي، تاني حاجه بعد كده هناخد الاسرتفنس. مهاره مهمه مهمه مهمه، انت لو اتقنتها في حياتك يعني او في حياتك يعني هتستفيد جدا جدا جدا، وهتريحك من اعباء كتير ومن مشاكل كتير جدا جدا. فهي مهاره يعني بتقدر تتعامل فيها زي الكوميونيكيشن كده، هي ستايل من ستايل الكوميونيكيشن. نفهمها النهارده وهنتعلمها ازاي، وهنحط اكزامبل لكل تكنيك من الحاجات بتاعت الاسرتفنس دي، وهي اهميتها ايه في التمريض، وطب واهميتها ايه في حياتي، انا اقدر استخدم الحاجات دي في حياتي من الشرط يعني في شغلي؟ اه طبعا ممكن نستخدمها ونستفيد جدا منها. طب يعني ايه اسرتفنس؟ الاسرتفنس عباره عن ايه؟ عباره عن اكسبريشن، انا بعبر عن الفيلينج والبليفز والاوبينيون والنيد، انا بعبر عن مشاعري ومعتقداتي ورايي واحتياجاتي بطريقه ازاي؟ انا بعبر ازاي؟ انا دلوقتي عايزه اخد حقي، اخد حقي ازاي؟ انا دلوقتي مثلا يعني لو هنعامل مع ايه ابسط حاجه، يعني لو قدامي اربع برتقانات واحنا اربع اشخاص في الاوضه، انا لو كل حاجه بستخدمها بالعمر هروح مدد ايدي واخد اتنين، لا انا حقي يخلص، الحقوق بتاعتي تخلص لما يبقى في حق حد قدامي. يعني احنا دلوقتي انا بقول لك خد حقك، بس تاخد حقك ازاي؟ ما تجرش على حق غيرك. الاسرتفنس دي ببساطه ان انت تاخد حقك من غير عنف ومن غير خوف ومن غير احساس بالذنب، وفي نفس الوقت حريتي بتقف عند حريه غيري، حقي بيقف عند ايه؟ حقوق الاخرين. وهنقول اكزامبل كتير جدا وهنفهم كويس قوي.
طيب، طب اهميه ايه الاسرتفنس؟ اهميه الاسرتفنس دي بتخليني ايه بقى، عندي سيلف استيم قوي. دلوقتي انا اقدر اقول لا، واقدر اقول ايوه، واقدر اخد حقي ومحدش يجور على حقي، واحس ان انا ايه، واثق في نفسي. تمام. ايه كمان؟ اقدر اعبر عن مشاعري واحاسيسي بشكل ايه، بشكل بأريحية، وأنا مرتاح، وأنا ما بجرش على حق الآخرين، وأنا في متول ريسبكت، بحترم نفسي وبحترم الآخرين، وأنا ما عنديش أنكزايتي. كل الأهمية دي كأهمية إن أنا أمارس الأسرتيفنس بعيد خالص عن التمرين. طب نخش بقى في حكاية التمرين. يعني دلوقتي أنا بمارس الأسرتيفنس دي في حياتي الخاصة، أنا دلوقتي ما بجرش على حق غيري، أنا في احترام، بحترم حقوقي وحقوق الآخرين، فاللي قدامي بيحترمني، عندي سيلف استيم. إزاي؟ إن أنا عادي ممكن أقول لأ من غير ما أخاف. هدي حاجة أنا ما أقدرش أتحمل مسؤوليتها، ممكن أنا أقول لأ. حاجة ما أقدرش أعملها، ممكن أقول لأ. طب بقول لأ إزاي؟ إيه التكنيك اللي أنا بقول بيها؟ هنعرفه. إنما كده لما اقول لا، ما بقاش خايف بقى او متاثر، ما بقاش خايف او متاثر ان انا لما اقول لا كده الناس هتكرهني، كده الناس هتزعل مني، كده الناس هتضربني، كده الناس هتبقى عصبيه عليا، كده ان هبقى مش محبوب. لا، بقول لا وانا عندي ثقه بنفسي، بقى بتزود الثقه بالنفس وبتقلل ايه الانكزايتي، ما بقاش قلقان. طيب اهميتها ايه بقى في التمرين؟ اهميتها في التمرين دي الكوميونيكيشن، واهم حاجه في التمريض انت بتعمل كوميونيكيشن كممرض او كممرضه مع مين؟ مع طوب الارض، مع المريض واهله، مع الاستاف اللي انت بتشتغل فيه، مع الناس كلها، تمام، اللي هم جوه المستشفى كطالب، زمايلك والاستاف بتاعك. طب انت لو كنت اسرتفنس بتعمل ايه معاك الاسرتفنس دي؟ بتعمل انهانس السيلف اويرنس، بيبقى عندك وعي بالذات. عندك يعني ايه وعي بالذات؟ عارف مميزاتك وعيوبك، وايه حقوقك، وايه اللي عليك، وايه اللي ليك. تمام. بتعمل امبروف للستاف برفورمانس. يعني ايه؟ احنا انا ما شايلش شغل لناس والناس تانية قاعده مرحرحه، هنحس ان انا ايه بالظلم، لا اما اثر في الشغل ده لا اما ما اجيش، يبقى انا عندي الايه البرفورمانس عندي بيتاثر. ايه كمان؟ بحسن البيشنت كير، انا بدي الكير لان انا ما عنديش عبء، مش ان مثلا حد يغيب اروح انا ماسكه قسمين فيهم 90 عيان وعافيه. طب وانت بتطالب مني ان انا اعمل كواليتي ازاي؟ اعمل لك انا كواليتي ازاي وانت مديني 90؟ ده انا لو كلمت كل واحد دقيقه، ده انا عايزه بقى قد ايه عشان اقعد اكلم؟ ومش هدي، مش هدي علاج، انا بس هقعد اتكلم، فانا مش هدي علاج، هاخد تايم قد ايه في الشيفت يعني. طب ايه كمان؟ هيبقى في ايه؟ في كوهيسيفنس، يعني في تماسك، وفي الفريق كله هيبقى في تماسك، وفي بلونجنج، وفي احترام، وفي ريسبكت، وفي كل المعاني الكويسه الجميله اللي في مصلحه العيان. طب انا عندي ثلاثه ستايل، انا عندي ثلاثه ستايل. يعني ايه ثلاثه ستايل؟ ثلاث انواع من ردود الفعل. الاسرتفنس اللي احنا بنتكلم عنها دي، والاجريشن، والباسيف. يعني ايه؟ الشخصيه السلبيه، والشخصيه العدوانيه، والاسرتفنس الشخصيه التوكيديه. الثلاث انواع دي موجوده في البني ادمين كلهم. موجوده الثلاثه عندك كلهم. طب امال ايه بقى؟ احنا عندنا الثلاث انواع دول عندنا. في حاجه، في نوعين عايزين نقللهم، وفي نوع نزوده. الاسرتفنس نزوده، لو انت مش شخصيه اللي عندك الاجريسيف عالي، يبقى احنا ايه عايزين ننزل ايه العدوانيه دي، ان انت تعرف حقك وحق غيرك ما تجرش عليه، ونزود عندك الاسرتفنس. لو انت باسف وبتخاف وسلبي وما بتاخدش قرار وخايف تتكلم وكل الكلام ده، لا، احنا عايزين نطور عندك المهاره بتاعت الكوميونيكيشن، وبتاعت الريليشن شيب، وبتاعت العلاقات، وان انت تقدر تاخد حقك من غير ما تحس بظلم، من غير ما كمان ايه اللي قدامك يبقى فيه عدوانيه بقى، حطك في دماغه، عايز اي في اي مصيبه يزقك فيها، بس انت هتوصل ازاي ان انت تاخد حقك بالادب. طيب هنقول بقى يعني كل ستايل بيبقى ليه ايه كاركترستكس، يعني ليه سمات. انا دلوقتي لو شخص عندي اجريشن، هبقى اخد كل حاجه بالعنف، كل حاجة واقف انا في طابور وواحد جري قدامي، اروح انا طبعا لو انا اجريسيف اروح مديله بالقلم على وشه، او ان انا اتخانق في معاه او امسك فيه. طب لو انا باسيف، هبقى خايف بقى الاقيه طول بعرضه ومش وعضلاته ومجانس، واجي اتكلم يروح مزعق معايا، اروح خايف وساكت خالص، ماشي. انما لو انا اسرتيف، لو انا اسرتيف هتكلم معاه بهدوء،
واهم حاجه الفويس اللي بيبين الغضب والبودي لانجوج. البودي لانجوج بتاعتي المسافه ما بيني وما بينه شكلها ازاي، بشوح في وشه ولا خايف ومستخبي لحسن هيخبطني. يعني البودي لانجوج دي هي اللي بتبين كل حاجه. والفويس الصوت بتاعي التون بتاعه شكله ازاي، انا بتكلم وبترعش ولا بتكلم بصوت واطي كده اللي جنبي يا دوبك سامعه، ولا بتكلم بصوت ايه متوسط انا سامعه واللي قدامي سامعه وفي احترام ومفيش تعدي على الاخر، عشان ابقى معايا الحق. من ممكن انا يبقى معايا الحق وانا بتصرف تصرف يبقى انا بزعق ولا باخد حقي بطريقه غلط، فيركبني الغلط الناس كلها تقول لا انت معاك الحق بس بصوتك العالي، وكتير قوي ببقى معايا الحق وبصوتها عالي بتضيع حقها. طيب ايه كمان؟ يبقى عندنا الكومبوننت بتاعت الاسرتفنس، عندنا الكومبوننت بتاعت الاسرتفنس. يعني ايه بقى ايه الحاجات اللي بتخليني انا توكيد ولا مش توكيد، الكومبوننت المكونات بتاعتي. اول حاجه البادي لانجوج. يعني ايه البادي لانجوج؟ يعني طريقه وشك، بتضحك بتبتسم مقشر ممرق، يعني ايه انت بتتعامل ازاي مع اللي قدامك، شكلك ازاي، طريقه دماغك، يبقى مصلب دماغك كده ومتخانق معاه، ولا انت في اريحيه، ولا انت في ولا خايف كده وعامل كده الشكل الجسم، ولا انت مقدم عليه قوي قوي واخد الحدود بتاعتك ان انت وشك في وشه ولا متاخر عنه. كل المسافات دي وكل الحاجات بتعبر عن الايه الستايل اللي انت بتتعامل معاه فيه. التكنيك بقى، احنا عندنا كذا يعني كذا اسلوب، كذا اسلوب تقدر بيه تبقى ايه شخص اسرتفنس. هنقول على كل اسلوب بيتعمل ازاي، ها، وانت بتدرب نفسك. اي مهاره يا جماعه احنا بنتعلمها او بنعرفها لازم نطبقها، لو ما طبقتهاش يبقى شويه كلام هتاخدهم من هنا يطلعوا من الناحيه الثانيه. تطبقها، لو هتطبق كل يوم 1%، كل يوم انا اتعلمت مهاره انا كل يوم هطبق 1%، انا بعد 3 4 شهور سنه هبقى انا يعني في حته ثانيه. تمام؟ وطبعا احنا طبعا طول ما احنا عايشين بنتعلم وبنستفيد وبنتغير. طيب الاسرتفنس تكنيك، اول حاجه البيزك اسيرشن. يعني ايه البيزك اسيرشن؟ وده هو عباره عن ان انا بيبقى عندي ستيتمنت، يعني جمل كده بقولها بعبر فيها عن نفسي بوضوح، وبعبر بيها عن رايي والاحتياجات والبليف وكل حاجه من غير ايه ما اجور على هو الاخرين. ماشي؟ يعني ازاي؟ يبقى انا مثلا ايه بتكلم بالتون بتاع صوتي زي ما احنا اتفقنا، التون بتاع صوتي ما يبينش ايوه عايز ايه؟ لا التون يعني ايه؟ يعني نبره صوتك، حده صوتك، اتكلم عادي اكنك انت مش متنرفز ولا متعصب. يعني الشخص اللي عمل معاك كده اهو، يعني حط في دماغك ان ده مريض وعنده مشاكل كتير في السلوك، وانت عايز بتاهله كممرضه او ممرض، انت بتاهله فلازم تصبر عليه. مش معقول مثلا لو مريض انت ما عندك بيعمل اي سلوك كده هتروح يعني ضربه او لهفه بالقلم ولا شتمه ولا لا. فاحنا لو احنا حسينا كده ان الاشخاص اللي بيعملوا كده عندهم مرض في السلوك، واحنا المفروض ان احنا نتعامل معاهم ونبقى رول موديل ليهم وان هم يتعلموا مننا، هنعرف نتعامل صح. تمام؟ تاني حاجه البروكن ريكورد. يعني ايه البروكن ريكورد؟ الاسطوانه المشروخه. يعني ايه الاسطوانه المشروخه؟ يعني انا دلوقتي عايز حقي، مثلا هقول لو ما سي مثلا انا واقف في طابور واحد مكاني، هقول له بعد اذن حضرتك ده مكاني انا واقف من بدري، وكل الناس لو انا اتكلمت باسلوب كويس وكده كل الناس هتبقى معايا. تمام؟ طيب انا مثلا عندي في الشغل بتاعي بيحملوني فوق طاقتي مثلا، او عايزيني اجي شيفت وانا مش في الـ في الـ في الـ في الروستر بتاع او في البتاع في الـ في البتاع بتاعي ان انا اجي الشيفت ده، فهقول لو سمحتي انا مش هقدر، انا عندي انا جيت الـ 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 عملت الحاجات المطلوبه مني بس. برضو بيتكلم، برضو بيتحاوح، برضو بيلح، برضو بيعمل، هبتدي ان انا ايه عيد تاني بهدوء نفس الكلام اللي انا ايه قلته. يعني ايه وانا مشروخ؟ ان انا بكرر نفس الجمله اللي انا قلتها. تمام؟ طب انا لازم اعتذر، لازم احس بان انا كده عملت ذنب، لازم مش عارفه كده هو ده هو كده كاريني ده مش كاريني، لا يعني على قد طاقتك اعمل. ماشي؟ انا مش قادره اتحمل كده وخلاص، على قد طاقتي هعمل، لو حاجه انا اقدر اعملها اعملها مفيش مشكله. طيب النيجاتيف فيلينج اسيرشن بمعنى ايه؟ انا دلوقتي في شخص داخل يتخانق في الشغل مثلا معايا، او مثلا حد سامع كلمتين وداخل ايه
منفعل معايا. طب انا اعمل ايه؟ ده من ضمن التكنيك بتاعي. هقول له بعد اذن حضرتك، لو حضرتك تفضل تزعق كده انا مش هقدر اسمعك ومش هقدر اساعدك بحاجه، فلو سمحت كلمني بهدوء ونتكلم بهدوء ونوصل لحل يريح الكل. كده انا امتصت غضبه وهدي معايا، وابتديت ان انا ايه اخد حقي من غير ما هو يزعق وانا ازعق وهو يشوح وانا اشوح. طب وبعدين إيه؟ او مثلا يتكلم وراح سايبه وماشي عفرته. ما احنا قلنا البودي لانجوج يا جماعه، ده انت حتى لو كلمك وعملت ان انت مش واخد بالك منه ده انت كده بتجننه. فيا جماعه واحنا بنعمل الكوميونيكيشن لازم نخلي بالنا من البودي لانجوج والفيشال ايه اكسبريشن. طيب من ضمن اللي هم دول بقى ايه الثلاث حاجات اللي مطلوبين من الطلبه. بس في تكنيك تاني احب برضو ان انا يعني لو حابب تستفيد يعني وتستزيد بالمعلومات، في سينج نو. في تكنيك تاني ان هو يقول له لا. مثلا ممكن تيجي مكان الشيفت ده، قول له لا. ممكن مثلا تديني المحاضره دي، قول له لا. عادي جدا، ايه المشكله؟ مش مضطر ان انت تبرر، انت حر ولا تحس بالذنب ولا تحس بالالم. لو تقدر ان انت تدرب نفسك ان انت تقدر تقول لا من غير عصبيه، من غير كسوف، من غير خوف، من غير خجل، من غير الحاجات دي، اعمل كده. في ورك 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 في حاجه اسمها ورك ايبل كومبرومايز. يعني ايه كومبرومايز دي؟ يعني اتفاق، انا بتفق انا وانت دلوقتي، انا مش عايزين شيفت النايت وانت مش عايز شيفت النايت وده مش عايز شيفت النايت، بيبقى في مثلا مشكله على شيفت النايت ان هم حد ياخده مثلا، او مثلا في العيد هيتحط مثلا حد في العيد وكل مره بيتحط نفس، او مثلا حد بيسافر بيروح كليه مثلا بيروح وبيسافر من محافظه لمحافظه ويوم الخميس محطوط ان هو في الجدول كله يوم خميس، بيبقى عنده حاجات والاقسام التانيه الايام التانيه مثلا يعني، او اي حاجه بقى. طب نعمل ايه؟ احنا عايزين نوصل لحل وسط. فاعمل روتيشن، اقول ماشي دلوقتي انت هتنزلني العيد ده، طيب دلوقتي انا هنزل العيد ده يبقى غيري بقى هينزل العيد الجاي، انت هتديني اول يوم العيد ده يبقى العيد الجاي انا هاخده كل اجازه. يبقى كومبرومايز بالروتيشن، هنمشي بالروتيشن. انت هتعمل الديوتي ده، هتعمل الـ 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 الحاجات اللي مطلوبه منك او الرول المطلوب منك او الدور المطلوب منك، هتعمل الجزء ده ماشي، انا هعمل مره وانت هتعمل مره، يبقى كده ايه انت برضو كسبت وانا كسبت، يعني انت برضو شلت عباء وانا مش على طول انت هتبقى ايه محمل عليا. سهل قوي ان احنا نتعامل المهارات دي من غير ما نحس بخوف، من غير ما نحس بعدوانيه، من غير ما نحس بزعيق، من غير لا مش هعمل، من غير ما ننفعل، من غير اي حاجه. طبعا كل ده بالتدريب زي ما اتفقنا. في حاجه اسمها فوجينج. فوجينج يعني ايه؟ اعمل ضباب. حد داخل يعني انا هقول لكم اكزامبل، انا كنت رايحه مثلا في مدرسه اولادي وعايزه اشوف الفصل قبل ما اقدم لابني، والاداره او الموظفه ما منعاني لا مش هتخشي، وكانت مستفزه جدا لدرجه ان انا يعني عشان توصلني يعني نرفزتني جدا جدا، رحت دخلت للنظره. فطبعا انا دخلت للنظره هي بقى عملت معايا الفوجنج ده، عملت التكنيك ده معايا، فانا قعدت اتكلمه ازاي انا مش هدخل ابني الا لما اخش اشوف ايه الفصل اللي هيقعد فيه والمكان اللي هيقعد فيه. فقالت لي من حقك، هدتني من حقك طبعا لازم تخشي وتشوفي وتعملي، بس انا مش هقدر اطلعك في اليوم الدراسي بعد ما يخلصوا او قبل ما يبداوا، يعني لا تيجي بكره قبل ما يبداوا لا النهارده بقى تستني لغايه ما يخلصوا اليوم الدراسي وتشوفي الفصل. طبعا بتمتص غضب اللي قدامك، بتكسب الجوله معاه. انا كنت هديت جدا جدا وفعلا هي برده مشت القرار بتاع المدرسه ومشيت القرار اللي انا عايزاه، يعني ما قرار المدرسه ان ما حدش يطلع والطلبه في الفصل، مش عايزه توري حد الفصل بتاعها فيه كام طالب، وفي نفس الوقت ريحتني وحققت لي اللي انا كنت عايزاه. ده اسمه الفوجينج تكنيك. في حاجه اسمها ديسك كريبنسي اسيرشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي كنت متفقه معاك على حاجه وانت غيرت الكلام، فابتدي اقول لك مثلا انت دلوقتي كنت متفق معايا على الحاجه الفلانيه ودلوقتي الكلام اتغير، طب ايه اللي هيترتب بقى على كده؟ يعني ايه اللي بقى فيه مصلحتي ومصلحتك؟ وابتدي ان انا اناقش القرار اللي هو واخده بالنسبه ليا يعني. طيب في حاجه اسمها بيل اسيرشن رايت، يعني الحقوق بتاعه الناس التوكيديين. بمعنى ايه؟ انا ليا حقوق
ان انا ابقى انسان توكيدي. حقوق في ايه بقى؟ ان انا احكم على التصرفات بتاعتي وعلى مشاعري وعلى سلوكي، ان انا ممكن ارفض من غير ما اقول الاسباب. انا من حقي ان انا اقول الاسباب، من حقي ان انا احكم على حاجه معينه او على قرار معين، من حقي ان انا اغير رايي، من حقي ان انا اعمل مستيك، بس ابقى ايه؟ مسؤول عن المستيك بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا من حقي اعمل غلط، ممكن اعمل غلط، واي بني ادم بيغلط، بس انا ببقى مسؤول عن الغلط بتاعي. من حقي ان انا اقول مش عارف، من حقي اقول ان انا مش مهتم، من حقي اقول ان انا مش فاهم. من حقي برضو ان انا اتعامل مع الناس يعني بحسن نية بقى، مش بحسن نية، انا اللي مسؤول بقى. من حقي برضو ان انا اي قرار يبقى اللوجيك مش منطقي، ممكن ان انا اخد قرار او ان انا يعني اعمل بره الصندوق. يعني زي ما بتقول انت ممكن تعمل القرار او تعمل حاجة بره الصندوق، تعمل حاجة مبتكرة. من حقي ان انا ابتكر واقول قرار مش يعني مش منطقي ان انت تقتنع بيه. يعني ممكن اقول قرار مش منطقي، ممكن بعد كده يبان ان قراري صح. يعني ده من ضمن الحقوق دي، كل الحقوق بتاعه الاسرتيفنس. كده المحاضره خلصت. انا ممكن استفيد بالمهاره دي عباره عن سوفت سكيل، زي ابقى انسان توكيدي. انا ممكن استفيدها في حياتي العامه، في حياتي العامه كلها، وممكن استفيدها في شغلي. وطبعا هي مهمه جدا جدا في مجال التمريض، لان هم بيبقى تحت ستريس فظيع جدا، هم اندر بريشر. عارفين بقى الشغل اللي بيبقى اندر بريشر هو فعلا هم الشغل بتاعهم اندر بريشر، كل الناس اللي هم شغالين في المجال الطبي. فبيبقى احسن حاجه ان هو يتعلم المهارات دي، بحيث ان هو عشان ما يموتش، الستريس ده هيخلص عليه. فيعمل ايه عشان يفضل بهدوءه، ويفضل بصحته، ما يتعصبش، ما يتنرفزش، ما يسيبش شغله، ويحافظ على علاقاته بالاخرين، يبقى متميز في مكانه. وممكن نستخدم الحاجات دي كلها برضو في حياتنا الخاصه، ونبقى برضو عندنا علاقات، جيراننا، قرايبنا، الناس اللي ساكنين معاهم، زمايل الدراسه، زمايل الجامعه، كل الحاجات دي لو احنا عملناها طبعا انت بتحترم حقك وحق الاخرين، وطبعا بتبقى بتاخد حقك بطريقه محترمه، وده من حقك ان انت تاخده بطريقه محترمه، ومن حق غيرك ان انت تبقى محترم معاه. اتمنى ان انا اكون فدتكم واستفدتوا. اي حاجه يا جماعه ناخدها، لو حابب ان هي تغيرك لازم تطبقها، ولو تطبقها بنسبه 1% كل يوم هتزود من مهاراتك. اتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين يعني، واستمتعتوا بالمحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.